مني سمعتي القصة ديال اليوم العنوان ديالها هي بائعة هواء. والله حتى بائعة هواء. واحد خيتي كتعيش في الصين، خصوصا في واحد المنطقة الجو ديالها ملوت. دارت واحد الاجتماع بحال هكا، قالت لهذوك صحابها، قالت لهم شوفوا غادي نولي نبيع البرد. تبيع البرد؟ شكون غيشري من عندك البرد؟ قالت لهم سيدي انا غادي نبيعو ونديرو في قراعي باش نوعي الناس بالمخاطر ديال الهواء الا بقاو كيلوتو فيه. شو ولات كدير؟ دارت مزرعة كتجمع فيها الهواء، تديرو في قراعي كتحطو للبيع. السيدة زادت اجتهدت كتر من هكا، ولات كتجيب الهواء من مناطق وحدين اخرين، بحال دابا انت هنا وكتشري البرد ديال الاسكا باش تشمو. هذاك الشيء اللي دارت، جمعت قارورات دارت فيهم الهواء ديال بلدان اخرين وحطتهم للبيع. الغريب ان الصين ولات كتقبل اقبال اللي خيالي على هاد القارورات اللي فيهم الهواء، كيبغاو يجربوا يستنسقوا الهواء ديال شي مدينه اخرى ولا شي دوله اخرى. الشركه ديالها في ظرف سنه حققت مبيعات خيالية. وشنو كدير؟ كتبيع الهواء. كانت باغا غير توعي الناس بالمخاطر ديال التلوث، صدقات الشركه ديالها تمشي تجمع البرد وتبيعه. والنشاط ديالها حاليا توسع ماشي غير في الصين، توسع حتى في الهند، ولاو الناس كيشريوا الهواء. هي الوحيده في العالم اللي نقدر نقولوا عليها بائعه الهواء شريفه. اي واحد يسولها تقول لهم اه تنبيع البرد. ولكن العبره من القصه هذه هي انه رغم يكون عندك شي فكره والناس كامله تستهزئ منه وتجيها غريبه، هذه باغا تبيع البرد وصدقات لها، تجيك انت يا غريبه، عرف باللي احتماليه انها تكون صح كبيره بزاف. طبقها ما عرفتش اش كاين.